ومن أمام سوق نزوة ما شاء الله الأجواء الجميلة. والله تقول شتاء شتاء ما شاء الله. مرحبا حياكم الله، كيف الحال؟ طيبين؟ الله يحفظكم يا رب، بارك الله فيكم. هذه الأجواء الجميلة ما شاء الله تبارك الله. شو ما شاء الله، هذا إشعار من شرطة عمان السلطانية بأن الوادي جاي في الطريق. يجي من هنا الوادي، ها؟ من هنا الوادي. شوف تجمع في انتظار الوادي. فهد الحسني، كيف الحال؟ كيف الوادي؟ متى يجي؟ قريب ان شاء الله تويق الوادي. قريب يجي الوادي، ها؟ نعم. ما شاء الله انت مختص بالتصوير. تصوير ضوئي. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. والله يحفظكم ما شاء الله، وهنيئ لكم هذا الجو الجميل. امين رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الاجواء، شوفوا. وهذا الريال طيب، حسابه في الانستغرام اللي حاب يتابعه مختص بالتصوير، تصوير نزوة. نعم. الله يحفظك يا رب، موفق خير يا رب، جزاك الله خير. ما ممكن تجي نزوة بدون ما تجرب الدراج. كيف الحال؟ الحمد لله طيب. اسمك كريم؟ عبد الله العقودي. جولة؟ نعم. نسير نتمشى في السوق ولا نطارد الوادي؟ نسير اي مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا الشباب كيف الحال؟ ما شاء الله تبارك الله، في هذه الاجواء الجميله والدراج يعطيهم العافيه. ما شاء الله ما شاء الله. اقول لك بطارد وادي ان شاء الله. بس مسموح ولا ممنوع؟ مسموح. مسموح؟ ايوه. اهم شيء انه مسموح. ما شاء الله تبارك الله، يعطيهم العافيه الشباب. الله 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 على الاجواء، شوفوا ما شاء الله، تحس نفسك كانك في شرق اسيا على هالفيو هذه. مع الشباب ما شاء الله، تجمع جميل، يعطيهم العافيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بالعافيه. بترول الدراجه. بسم الله الرحمن الرحيم. صب لها عادي ولا ممتاز؟ ممتاز. ممتاز ها؟ ما شاء الله. ما في عادي. افا يمشي ولا ما يمشي؟ يلا يمشي. بسم الله. كم تعبيها عاد؟ فل كامل. فل فل. ما شاء الله تبارك الله. رحيم نعبي الدراج. فوال ما شاء الله تبارك الله. والله شيء جميل صراحة. تعودنا نوقف نعبي سيارات، أول مرة أوقف أعبي دراجة بترول. 800 بيسة فل. ها تعزكم تعزكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونكمل جولتنا. ها آه. شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. مع السلامة 8 بيسة. قال لك 16 ريال 17 ريال يعبون 800 بيسة. هذا الحين 8 بيسة، أول كم كان أول؟ أول نص ريال 400 بيسة. حبيب. أول مرة نطلب كرك على دراجة. مضبوط شاي ها؟ مضبوط نمبر 1 نمبر 1. والله على بالي إن الشاي بينكب. الأمور طيبة. الأمور طيبة. ما شاء الله شوفوا الأجواء، يا سلام على هذه الأجواء ما شاء الله. هذه حارة العقر، شوف حارة العقر الجميلة ما شاء الله في ولاية نزوة. جالسين يشتغلوا عليها يرمموها، يعني
مباني كثيرة تم ترميمها. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام، عيشوك الأجواء. وهذا نزول البستان. الناس كلها في انتظار الوادي. شوفوا ما شاء الله تجمع. سلام عليهم. ساعة كم بالوادي؟ بعده. شوفوا ما شاء الله التجمع الناس. وهني الشرطة تحذر. ما شاء الله كلهم في انتظار الوادي. شوفوا التجمع. ما شاء الله. انتظار وادي ها؟ انتظار وادي. اوهو شوفوا هناك. اوب اوب اوب. ما شاء الله. ومن هي الوادي تستوي الشردة؟ ايه. على طول؟ على طول. الشردة ركيض؟ ما شاء الله تبارك الله. بس بس جزاكم الله خير، يعطيهم العافية. ما شاء الله تبارك الله. كل هذيل الناس اللي هني ينتظروا وصول وادي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو الحركات هذه؟ ها ها. حاول 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 حاول. ما شاء الله تجمع، يعطيهم العافية. يعطيكم العافية شباب. شو تنتظروا؟ تنتظروا الوادي؟ الوادي ها؟ ما شاء الله. كيف الحال؟ حياكم الله. حش بالله. اركب وياه وش اسوي؟ حش لو يعطيني 1000 ريال بركب وياه. بعد هذا انا هذا بيوديني القبر بيوديني هذا. الله يحفظه الله يحفظه. الله يحفظك يا رب الله يحفظك. انتبه لعمرك ابوي، انتبه لعمرك. يعطيك العافيه. كنا غلطان. وش جاب هذا الدراجات؟ محمد البلوش كيف الاجواء في نزوه وقت الامطار؟ والله الاجواء في نزوه جميله جدا، على الامطار على هذا البراد. طلعت من الدوام قلت اليوم ما اجلس مسقط، اجي نزوه استمتع معاكم في الاجواء الحلوه. ما شاء الله. حاليا في انتظار الوادي. ما شاء الله. متى ما يجي الوادي؟ جاء الساعة 12 بعدي في انتظار اليوم يا أنا يا الوادي. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا لك. جزاك الله خير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.